المهندس فتحي جويلي حصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة الإسكندرية عام 1978، عين مهندسا بالإدارة العامة للتوسع بغرب الدلتا عام 1982. تدرج في المناصب على مدار حياته الوظيفية، حيث تم تكليفه مديراً عاماً عام 2003، ثم رئيساً للإدارة المركزية عام 2009. عين رئيساً لقطاع الري عام 2010، ثم رئيساً لمصلحة الري عام 2011. أصبح رئيساً لهيئة الصرف عام 2013، وعاد بعدها مرة أخرى ليتولى رئاسة مصلحة الري في عام 2014. شهدت فترة توليه لمنصبه إنجاز عدد كبير من المشروعات، مثل إطلاق المياه في فرع 3 بتوشكا، وبدء أعمال سحارة سرابيوم، والحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، وتوج تاريخه الوظيفي بافتتاح أول بئر جوفي يعمل بالطاقة الشمسية في مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان. كان موسم 2015 الصيفي من أفضل مواسم توزيع المياه خلال السنوات الأخيرة، وقد استحق عنه المهندس فتحي جويلي شكر وتقدير من السيد الوزير.